يا الله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، ليلا مع نهارا ناعما بقاتليها، بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل مولاتي فاطمة الزهراء، الأوراد اللي الله سبحانه وتعالى نعمنا بها، جاي ننور مسامعكم بها وجاي نخدمكم بها. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم إني نويت أنا وكل الأخوة والأخوات المشتركين معي في حملة أنصار مولاة الزهراء صلوات الله عليها، نوينا أن نصلي على محمد وآل بيت محمد 1358 مرة، ونهدي ثوابها لبت رسول الله مولاة فاطمة الزهراء، ونقول يا سيدتي يا مولاتي نسألك الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم ويرحم عوائلكم، كل إنسان يلتزم ويانا يعني بالصلوات يا ريت يسوي له مفكرة، أنا حكيت بالفيديوهات الأولى يسوي له مفكرة ويسجل هاي الأرقام اليوم والتاريخ، عمود نعرف خلال المفكرة جوا مال 2023، عمود نعرف بأن خلال هاي السنة شقد صلينا على محمد وآل بيت محمد، وهاي نعمة من أنعام الله، وكل من يكمل الصلوات بدايتها يطلب حاجته ونهايتها يطلب حاجته، والله يقضي كل حوائجكم إن شاء الله. أرجع وأذكركم لا تنسون والدي بخالص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.